بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا ألهمنا الرشد وزدنا تقى وهدى يا هادي. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. اقرأ فصلت غير وغيرها. ليش يفصلها؟ كي مقرو حنا يوزع معنيها ويرتب كلماتها ويتقن حركاتها وكذا باش توضح لك الأمور. ما تقولش القرآن كله خفايا ومغمورات، لا، هو مفصل. ولقد يفسر القرآن للذكر فهل من مدكر. لو كان مش ميسور أن بالتفصيل هذاك، ما كان أي إنسان يرغب في قراءته. واعرفوا أهل القرآن دائما مجذوبين نحو زيارة القرآن والتلقيح بالقرآن والتعلم من خلال القرآن والصلاة، ما مكان ولا دعاء يكون دائما مخه كما يقولوا ولا قلبه ولا فؤاده القرآن. هذه بعض حقائق لنا أهل الإيمان وأهل الإسلام وأهل الإحسان. والسلام.